صباح الخير يا جماعة، صحيت بدري تاني فقلت بقى ايه اقول لكم على اخر الحاجات اللي موجودة النهاردة. اخر حاجة نزلت على الجزيرة 360 برنامج لاحمد امين اسمه الورشة، وهو برنامج رياليتي وجواه في السكتشات اللي احنا بنحبها لاحمد امين. البداية البرنامج بيبتدي بكلمة ذكية جدا، هو احمد امين بيقول ان هو دايما كان مع اصحابه على القهوة بيقعد بيضحك، يعني بيهزر، بيعرف يهزر، بيعرف يضحكهم. فحد منهم سأله سؤال، هو انت بتجيب الكلام ده منين؟ ومسك في الجملة دي، هو احنا بنجيب الكلام ده منين؟ اللي هو الهزار والكوميديا والضحك، لان الكوميديا مش حاجة سهلة. فبيعمل الورشة، بيكون الورشة ناس من ألطف الناس اللي موجودة وأكتر الناس البروميسنج اللي موجودين في عالم الكوميديا، بيستضيف ناس من بره الورشة زي أيمن وطار، وبنشوف في النص سكتشات. هتلاقوا الورشة على الجزيرة 360. المفروض بكرة كمان هينزل على يانجو الغالب غالب لهدية غالب. حلو، الغالب غالب لهدية غالب، جميل. وأنا متوقع النجاح للبرنامج ده، لأن الرياليتي شوز يعني عكس ما الناس متوقعه، هو صعب جدا جدا فوق ما تتخيل. هو احنا مش بنفتح الكاميرا واللي يجي ده مش موجود، ده تبقى فاهم كاميرا مراقبه، لا ده مش ده خالص يعني. فالرياليتي شو هو بيبقى سكريبتد، وفي يعني بيبقى في هو في على الاقل خط، احنا هنتكلم على ايه المره دي. مش سكريبتد قصدي بمعنى ان هي يعني انسانه مدعيه في الاخر خالص، دي امها ودي غاديه غالب فعلا، وبيبقى في نفس الوقت في مجال للامبروفايزيشن، لازم يكون عشان هي مش ممثله ولا مامتها ممثله ولا الناس اللي موجودين معاهم هيبقوا ممثلين، فلازم يبقى في جزء من الارتجال، بس لازم يكون جوه اطار الحلقه، ولازم يبقى في الحلقه تبقى مشدوده، انت عايز تبقى مهتم ايه اللي بيعرف. فهو مش سهل خالص الرياليتي شو، وده انا متوقع له ان هو ينجح، لان الرياليتي شوز من الحاجات المطلوبه والصعبه تنفيذها. فده وهادي هنا برضو في برضو باديه بكلمه ذكيه، هي بتقول كل الناس تعرف هادي غالي بس ما حدش يعرف مين هاديه. دي جمله جميله جدا، وخلاص انا فهمت انا داخل على ايه، داخلين نعرف ما وراء البراند وما وراء النجوميه. رحنا اليانجو بلاي، هتلاقي فيه مسلسل ديبو، وده عن شاب فاشل ابوه قرر ان هو يقول له لا حبيبي بص انا صرفت عليك كذا وكذا وكذا وكذا، وحاطط له لسته بكل حاجه هو عملها، وقال له دي ديون عليك روح اشتغل بقى اي حاجه. فهو بيشتغل اكتر من حاجه، او انا شفت حاجه واحده من هم اللي هو اشتغلها، ان هو بيشتغل مدير فندق وبياخد مرتب كبير جدا، وهو اندهش، ولما راح الفندق عرفنا هم ليه بيدوا مرتبات كبيره جدا. ف دي الحاجات الجديدة اللي موجودة. بالمناسبة بقى فيلم المطاريد نزل على شاهد، وفيلم المطاريد كاتبه صلاح الجهيني، فأنا مش عايز أي نقد بناء، أنا عايز تهليل، أنا عايز تطبيل، أنا عايز إيه الحلاوة دي؟ إيه العظمة دي؟ كده يعني لو سمحتم، مش مفيش أي حاجة اسمها نقد، ما مش عايز، بليز. أنا عايز أول ما تشوف إيه الحلاوة دي؟ إيه كده يعني، ده من فضلك. فدي الحاجات الجديدة اللي ناوي أتابعها. فانتوا كمان قولوا لي ايه الحاجات الجديده اللي انتوا ناويين تتابعوها، لان انا كنت هتفرج على المطاريد، حتى لو شفتوه شوفوه تاني.